ثلاثة، روسيا الزهور الهولندية فيها سم قاتل. تخيل الزهور الهولندية اللي هي أجمل زهور في العالم، الصور الأسطورية اللي احنا عارفينها عن زهور هولندا. هذه الزهور روسيا في إطار، طبعا احنا عارفين ان في حرب ساخنة وباردة بين روسيا والغرب، حرب ساخنة بالسلاح موجودة في أوكرانيا، وحرب باردة بين روسيا والغرب. الغرب فاستخدم سلاحين في منتهى الخطورة، سلاح النفط لما تم تخفيض سعر النفط ده أدى إلى إضعاف الاقتصاد الروسي اللي هو قايم بشكل كبير على النفط، والأمر الثاني هو سلاح حظر التصدير والاستيراد من روسيا أو وقف التعامل الاقتصادي على بعض الجوانب الروسية أو ما تسمى العقوبات الاقتصادية. يبقى سلاح العقوبات وسلاح النفط اللي بقى رخيص فقلل الإيرادات للخزانة الروسية. دي أبعاد الحرب الاقتصادية. يبقى حرب ساخنة في أوكرانيا دي بالسلاح، وحرب باردة بالاقتصاد فيها ألف عقوبات بخفض سعر النفط. روسيا كمان بترد وأدوات كتيرة جدا للرد، إنما من بين الرد في إطار سلاح الاقتصاد وكالة حماية المستهلك الروسية. هذه الوكالة سهلة جدا، وأي وكالة في العالم في جملة ذهبية على أي منتج عايز تمنعه من الدخول. لو أنا عايز أمنع أي منتج أمريكي صيني ياباني أي منتج من أي بلد يصل مصر، أنا أقول في إطار وكالة حماية المستهلك إن هو لا يلبي معايير السلامة. هناك يقول لك لا يلبي معايير السلامة الروسية. ممكن يبقى فعلا لا يلبي وممكن يبقى يلبي، لكن أنا بقول لا يلبي، أنا حر. الوكالة عندي بتقول لا يلبي، خلاص المنتج ده كله يترمي بره، مش هنستورد هذا المنتج. اقعد بقى قول براحتك مش هستورد هذا المنتج، خلاص لا يلبي معايير السلامة الروسية، وأنا أصلا اللي بحط معايير السلامة الروسية. ده حصل مع إيه؟ حصل امبارح وأول امبارح اليومين دول مع منتجات التنظيف، برسيل، صابون بالموليف، حاجات كتيرة جدا، منتجات بأرقام كبيرة جدا روسيا بتستوردها تم وقفها. ليه؟ قال لك فيها سموم. ايه هي السموم اللي موجودة في برسيل او في بالموليف او في غيرها؟ قال لك انه نسبة اللي كذا في يعني مش مناسب، النسبة دي مش مناسبة، دي لا تلبي معايير السلامة الروسية. الشركات بتقول لا احنا مظبوطين، قولوا للصبح انما خلاص قرار ان انتوا منتجاتكم مش سليمة. نمرة اتنين، الزهور الهولندية، ده عقاب لهولندا. طيب الورد في هولندا في مشكلة؟ قال لك اه، في سموم في الورد اللي جاي من هولندا. هل بجد في سموم؟ هل ما فيش سموم؟ مش دي القصة. احنا بنقول هذا الموضوع علشان نبين ان الحرب ممكن تكون ساخنة وباردة، وان الحرب الباردة جزء رئيسي منها الاقتصاد، وإن استخدام سلاح الاقتصاد ممكن يبقى ليه أثر أكتر من السلاح النووي. أنا ممكن أضرب دولة بقنبلة نووية ميبقاش الأثر قد ضربها اقتصاديا اللي هو يجوع هذا الشعب ويدمره تماما. فالحرب الاقتصادية سلاح رئيسي منها سلاح حماية المستهلك الذي يستخدم لوقف استيراد بعض المنتجات وعقاب الدول المصدرة.